كنت أجنود بلك منهم الزمن وغدراته جرى على هاد الدنيا قبلوك وركب فيها زين المال غناته ونهار الأخيرة ونهار الأخيرة بلا شي تلقى دوله لا ربي القدر موجب في كل حين ينصاب قريب موجب في كل حين ينصاب انت الجليل انت الحي المعبود حي ما في حليم ودود برغاني جيد موجود واسأل جود لو اجتمعت تعباتك جملها في مكان واحد كل واحد يطلبك شيء نرادك القصد كله من نادو نتير من شعل راس شمعة بلجي من مسراج حشيخي من يحسن ظنه فيك ريم الكبرى ما عطيت نفرة سايل مثلي ما نادى في بابك وخابك حتى سايل مثلي ما نادى في بابك وخابك محل ينطرد من يتوجه ليك مستغنى عن غيرك بيك درج الكلام عليك ورجع فيك العبد ما ينال من العبد بدنيته في وجده لا بأذنك يا من عن سري رقيب شاهد يفرح من يسعد حاله على تهمته وطلع نجمه في خيار وضاك شيخي من يحصل ظنه فيه كريم الكرى ما قيتنا احترى انا الغلام الجهل وانت رب الغني الثواب انا الغلام الجهل وانت رب الغني الثواب فعلي قبيح خاطي عاصي مذنب مجتمع فيا كل عيب انت على العبد الشهيد الرقيب وغاب الغيب ماني حكي ماني تاقي ماني مطيع عبد لكن انت رحمه رغم عن كل غرب ولا عليك بفعاله من بحر رحمتك غسل العاصي من مغادر الواد
شيخي من يحصد النبيك ريم الكورة باقي تنفر. الحمد ليك ربي دونك ما كان حد غلاب، الحمد ليك ربي دونك ما كان حد غلاب. العبد الحزين يخاف ويخشى عدد قبر يموت ويرجع ما يفكوا من غيد وشاف يوم دهشة. أنا في حرم حمزة والعباس والعلا وخاب، بوبكر وعمر مع عثمان زكي الراشد بزمنهم ورجالهم التابعين نهج الهدى في خلف بلدي التاج. حشيخي من يحصل ظنه في كريم الكرة ما غيث نهتر. مولاي بالملاك سألتك ومرسلي للنجاب، مولاي بالملاك سألتك ومرسلي للنجاب برسولك الخليل وشعيب ونوح هود ودريس الرفيع الروح. لا تخلي قلبي مجروح بحرمة اللوح. العرش والقلم والكرسي والعلم والمساجد بيت الطواف والقدس ومسجد النبي المجد. دوي لعبدك علالو سيدي انت العالم بضرو احسن العلاج. حشيخي من يحصل ظنه فيك كريم الكرة ما قيت نفر. سيد البقالة تغلق بيني وبينك بواب، يا دايم البقاء لا تغلق بيني وبينك بواب. سألتك يا الله باسم الجلالة سحوب المنزالة المشايخ والبودالة وهل الحالة. ضوي بنور الإجابة ظلمة ساكن واقف، يا من استجب لدعوة اليونس والحكيم داود قلبي صرد دهوانو حرمة البخاري والقرشي والزكي الحلاج. شيخي من يحصل ظنه بها كريم الكورة ما قيت نفر. كان الخلايق قاعد يجتمعوا عرب وعجم، لو كان الخلايق قاعد يتابعوا عجم وعرب الانس كفى الجن والملاك ما يفكوا حد من قضاك. لا يمنع عبد من عطاك فاز برضاك. ما في الوجود اللي كفي ملك لاظ الظلام عاند. تدري كل من فيه الروح وساير الجلامد مهما ترجع عمالو زين سيرتي يا من زينت بالكواكب الذات.
شيخي من يحفظ ذنوبي ريم الكورة ما يجتمعوا جملة شيخ وشباب اليوم لا ينفع مال ولا بنون يوم نهار يساوي قرون منتبع الشيطان المنعون يكون مغبون كل حد منهم يتكتبوا بالقوان مليك الله والعضى والخصيم عليه شاهد والنار تحرق دخاله النار تحرق دخاله لا رب غيرك قريب يحفظنا من هذا العجل حشايخي من يحصل ضيوفي كريم القرى ما بيت دفر سألتك والمرسلين بجاه القراب حرمي الثلبة الفاطين الزهرة لا تقدمني للنظرة ولا توخرني للمرعبين الورق أنا في حرم علي بن أبي طالب بالمجاهد خايف النبي وصحابه الكرام والحفايض والعاملين بقواده والعاملين بقواده أهله وشيعته ونصاره واتباعوا لزواجه حشيخي من يحصل ظنه في أكريم الكرة ما قيد دفره سألتك برسول ومن كلون صار مصحاب بجهل المجاهدين الصحابة بجهل كرام النجابة البدالة مع النقابة وهل النوبة الزاهدين والعبد والأشياخ والثلامذة كشادوا لي والصفيان التاقي المعرض الجنيدي ومثالو بوشي وبوشوي بولمرسي وبنمشيش يضي الماجه شيخي من يحصل ظنه بآكريم الكرة ما قيد وتاخذ بيده من كل سوء يحجاب بهلو فاسألتك تاخذ بيدي اقبل دعوتك يا سيدي شوف من حال التفريدين تسنيدي من يحكي من حكم هامت واللي زعيم راشد ولا وزير ولا سلطان طوع الصنادق ولا شجيع بمصادو سيدي انت العزيز يلي يقول عزيز ليك يحتاج شيخي من يحصل ضنو فيك كريم الكوى ما غيت لابطار كمها نافذ دابا نقول يا راس ترك غاية المقاصد ودعاويك يقبالو ليك الدعاء يداوي كيف يداوي طبيب العلاج شيخي من يحصل ضنه بها كريم الكرة ما قيت دفق
نقول عمشي به إلى بكزو لحد الكرابة منين نبسط وتريح حساسي نترب وطيب نفاسي يعود بلطفك تونسي ويزول الباسي نجول في فعال القضاء واحكمها نافل دابا نقول يا راسي ترك غاية المقاصد ودعاويك يقبالو اللي قد يداويك يداوي طبيب شيخي من يحسن ظلو بفاكري من كلام مولانا يبغي يقول عبد الرغاب حمود الحديث قال مولانا يبغي يقول عبد الرغاب ما الوصيف سندق إلا مولاه من بديع التكوين انشاء نتقو بالحكمة وهداه ليس ينساه الرزق كل يوم يلحق له الرزق كل يوم بلا حيلة يلقحوم وابن انتي الظل ذاته وما يصدم أهل بد بلا عقاب لا سأل يعطان غادو يروف على الخلق وجميع اللي على الطرد مره حشيخي من يحسن ظله في آكله من القرآن نرجع حسين الجواد نرجع بشي الإجابة ياتيني نعرفك لأنك ترضيني كل ما نطلب طاطيني على يقيني ما صمت يوم دون الفرد ولا بتليل ساجد ولا ذكرت اسم الجلالة فيها نعود شوق شوق الوصالو حرمة دخيل بالبيت اللي يتوافعوا الحجال شيخي من يحسن ضده يا كريم القرآن ومدار الدم يحق ليه العقاب انا طمعت فرحمتك يا رحمن يا قديم الجود والحسن كيف طمعوا فيك الغفران هم العصيان النقص والفعل والعباد والحكيم ما يواخذ العفو من وصاف المولى يدريه كل واحد در حق ما جاهلوا لكن كرم يمشي لا ما تحصى طلاق النهاية شيخي من يحصل ضربه بكاكري بالكورة ما بيت الأفضل كتمتو دسيت انت عليه رقابة تعلم ما كتمت في سمايم قلبي ما نميز عاد مخبي لا تحافيني يا ربي بسوق دمي من يرحم ضعيف بحالي وكله مساعد يرحم ضعيف بين كل مساعد يوفقوا ويعهدوا ما ينقص عليه احد
وسلكون وحادو دوك يا نعبد الخليل مولى الهات حشايخي من يحزن ظنوبي يا كريم القوى ما غيتنا بفرج يا رب الغريب تبير وتحمي قليل الاحباب يا لعفو من زلالو الدم ما يضرم على عفو في بصمة المهرج حشايخي من يحزن ظنوبي يا كريم القوى ما غيتنا بفرج كيف عمل اللي راح